مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نجدد لكم التحيه وانطلاق هنا لشوطنا الخامس عشر المنطلق بالاثاره الجميله هنا نتابع صداره هذا الشوط والمركز الاول خوف من تنطلق على صداره وعلى المقدمه حمدان بن احمد بن سعيد بن منانه هي المنطلقه بتحدي منطلقه بالإثارة المتميزة المركز الثاني هنا في هذه اللحظات ترى من الجانب الآخر الضبي راشد بن صقر بن سالم بن علي لوهيبي والمسك حسن بن عبد الله بن غليطة الأغفلي تأتينا على المركز الثالث بينما المركز الرابع مظفر بن محمد بن خموشة العامري قادم أيضا هنا على المركز الرابع مع في هذه اللحظات مع نهابة الوصول هنا في هذه اللحظات من نهاية سالم بن سعيد بن جاسم المسافري منطلقة بالتحديات والإثارة ولكن هناك الصدارة مع خوفة على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة هي منطلقة على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول المركز الثاني الضبي راشد بن صقر بن سالم لوهيبي ووصلت هنا القادمة في هذه اللحظات هنا غدارة حمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي من تنطلق بهذه اللحظات هنا في الإثارة المتميزة الله ثلاثية مع 600 متر الأخيرة ثلاثية جميلة الله هنا تسلل غدارة هنا غدارة غدرت بالمقدمة انتزعت المركز الأول أدارت هذا الشوط ولكن الذيبة الجعفري قادم الجعفري قدم هنا سلطان بن عبد الله بن سعيد الجعفري ولكن غدارة على صدارة غدارة على المقدمة هنا حمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي من تسيطر على زمام الأمور سلام للمرة الثانية سلام لرماح سلام على هذا الأداء المميز الجميل تهانينا هنا أيضا للدعم الرسمي لهذا الشعار الفيلسوف هناك أحمد بن مطر بن مايد الخيلي هذا الأداء المميز تهانينا لحمد بن احمد بن مطر بن مايد على فوز غدارة بالمركز الاول المركز الثاني الجعفري من وصل هنا مع الذيبة سلطان بن عبد الله الجعفري المركز الثالث هناك الظبي لراشد بن صقر بن سالم وبن غدير من اتانا على المركز الرابع هناك ايضا بانطلاقة في هذا الاداء الجميل والمركز الخامس خوفة احمد بن سعيد بن منانة ها هي الانطلاقات والتحديات تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل لبن مايد.